المشاهد الأردني، إنه المواطن البسيط اللي بحب القانون واللي بحب وطنه ما بده يخالف القانون، هذا بده يدفع أجور عالية نعم جدا على الكهرباء. نعم نعم. أما المواطن اللي مش فارقة معه بيضرب بالقانون بعرض الحائط، ومش فارقة معه وعنده ربما تكون عنده يعني قوة ما بنعرفها، هو يستطيع أن يستغل البلد ويسرق الكهرباء كما يشاء ويفعل ما يشاء. يا سيدي المواطن الملتزم، ليسمح لي الأستاذ رائد بس النقطة هاي، المواطن الملتزم والذي يحترم القانون عم يدفع ثمن سرقة الكهرباء لمواطن غير ملتزم بالقانون. صحيح. عند تصميم التعرفة هيئة تنظيم الطاقة تحدد نسبة الفاقد ب 11.8 وتضيف هذه الكمية على تعرفة الكهرباء ويدفعها المواطن الملتزم بالقانون واللي يدفع فاتورته في كل شهر. طيب شو رأيك سعادتك؟ يعني هذه قضية انكم لازم يعني الا يجدر بكم ان تسائلوا الحكومة الأردنية؟ سيدي انا بضيف لهذا، المياه عندنا الفاقد 40% في عمان، وفي بعض المناطق خارج عمان تعدت 85% فاقد المياه في الشبكات. طبعا هو مش فاقد بهذا، انما هو عالميا 10-15% بس كلها سرقات. هذه القضية الحقيقة فعلا كبيرة، وهي لا أخلاقية عند هذا اللي بيستخدمه حتى الأتوات كان في عمان أو غيرها، فبعتبر هو بده يعيش وغير، والأردن الله لا يجعلها تعيش. هذه القضية الحقيقة أنا أعتبرها أخلاقيا سيئة جدا، وأنا مع تجديد العقوبة في أي اعتداء على مال البلد العام بكل المجالات، في كل شيء، كان كهرباء ولا مياه وغير ذلك. فهذا لحاله مشروع يعني بده حديث طويل، بس ممكن بس أنا أحكي أعود لموضوع التسعير هيك شوي بسيط. يعني الآن إحنا انتشرت في الأردن ما يسمى الطاقة المتجددة، كان رياح أو طاقة شمسية، وإحنا الآن وصلت الحكومة بالأسعار إلى أن تشتري الكيلو 5 قروش، والحمد لله يعني عندنا مساحات شاسعة، والخطة أن تصل إلى يعني من 20-25%. طب هاي الطاقة الشمسية اللي الحكومة ما بتدفع شيء، كليات على نظام البي او تي او نظام اني اشتري الطاقه من غيري، يعني هو اللي بيدفع 100-200 مليون وانا باخذ منه يعني بس كهرباء. طب هذا انجاز ان تنشاها، لكن بده ينعكس على المواطن. عم بحكي الان ايضا بالتسعير، انا عندي مستشفيات خاصه بتشغل الاف من الاردنيين، والمصانع والمدارس أنا والجامعات. حضرت اجتماع قبل ايام قليله مع مدراء المستشفيات الخاصة بوجود وزير الطاقة ووزير الاستثمار، وتحدث حول الكهرباء. يباع للمستشفيات ب26 قرش الآن. طيب احنا ليش ما تخفضونا؟ فوعد الدكتور صالح انه تحل بشهر 3 والتقرير راح يطلع بهذا الاتجاه. ايضا وزير الاستثمار وعد بتحسين الوضع. ليش طب السياحة بتاخذ 9 قروش وانا المستشفيات باخذ 26؟ يعني هي نفس الحكومة في إلها معايير تختلف من الشخص لصف. أنا استثمرت في هذا القطاع، ليش في هذا القطاع كذا؟ يعني هي قضية أيضا كبيرة. طب أنا بس بدي أعود إلى مصدر حتى المواطن يعرف مصدر اللي بيعطيني طاقة. بالإضافة للطاقة الشمسية عندي الآن الوعود في الأويل شيل، عندي مطروح بغض النظر عن رضانا وعدم رضانا اللي هي الطاقة النووية، وأنا كنت في زيارة لمعالي خالد طوقان، والآن هو بشهر 3 راح يطلع لنا خبر او لا في منطقة عمرة. انت معاه ولا لا؟ بدها بحث الحقيقة. انا بالنسبة لبلد صغيرة لا. انا لانها البلد صغيرة اخالف هذا الرأي، لكن لو البلد كبيرة يعني وفي عدد بتحدثوا عن مخاطر كبيرة جدا هذا الموضوع. 630 ميجا الاصل يجي المحول او المفاعل النووي، 630 ميجا مثلا. الآن عندي الطاقة الشمسية كذا، عندي طاقة الرياح كذا، عندي الطاقة المائية مصفات البترول، الطاقة المائية اللي على واعدة في المرحلة القادمة وغير ذلك. موضوع الطاقة أنا مثل ما يعني حكيت قضية فعلا متشعبة وبدها دراسة قوية جدا في الموضوع. الآن الغاز اللي أنا عندي في العقبة تخزينه ثم ينتشر، ومصفات البترول اجتمعنا مع مجلس الإدارة عندنا استعداد إنه يعطيهم مصفات البترول للحكومة السيل هذا الثقيل او البترول الثقيل او هذا انه بسعر الوقود بسعر الغاز، يعني تخفيضات على الاخر.